يا بلاد الثورة العربية، يا مصر يا أم الوطنية، يا بلاد الثورة العربية، يا مصر يا أم الوطنية. استمرارا لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته رقم 30 اللي بتنظمه دار الأوبرا المصرية برعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار، في وسط حضور كبير من الجمهور اللي أجمع على استمتاعه بالحفلة اللي أحياها كل من الفنانة نادية مصطفى وأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر. سعيد جدا جدا بهذا الحضور الجماهيري الغفير اللي يعني كما بلغت من الساعة 5 وهو بيقعد في المسرح مستني حفل النهاردة، والحمد لله يمكن من أكبر أو هو فعلا أكبر حضور جماهيري في مهرجان القلعة السنة دي، فوق 15,000 متفرج. بجد سعادة كبيرة جدا جدا بوجودي مع الجمهور ده، وجودي مع الإعلام الجميل اللي زيكم اللي بيغطي دايما الأحداث الجميلة الفنية الحلوة اللي بتتعمل في بلدنا الجميلة. حفلة أنا بستناها كل سنة من سنة لسنة، بعشق المكان ده، مكان تاريخي بجد، إحساس مصري قوي، أنا إحساسي مصري قوي النهاردة، وكل الناس اللي جايين النهاردة دول كلهم الناس اللي متشوقين بجد عشان يتفرجوا ويسمعوا ويستمتعوا، ويا رب يسعدهم النهارده يا رب. الحقيقه انا مبسوطه جدا من المهرجان، لان انا بصراحه من بداياته بحضره وانا صغيره، فجو جميل جدا ان وزاره الثقافه تهتم بحاجه زي ديت مع وزاره السياحه والاثار. طبعا بنلاقي عبق التاريخ والحاجات دي وتجمع الناس، يعني احنا من بداياته من ايام رمضان والصيف وشهر 8 ده، فمجموعه هايله من الفنانين ناديه مصطفى وهاني شاكر واحسن الاغاني، اجمل الاغاني التراثيه والاغاني الوطنيه والاغاني العاطفيه والتجمع الاسري الجميل اللي احنا شايفينه. انا من اليمن، المهرجان يعني كويس، أسعدنا كثير مع أخوتنا المصريين ونحبهم أو يملون بنا، ومصر أم الدنيا. مهرجان جميل جدا، هاني شاكر أبدع، وبصراحة يعني ما شفتش أكمل من جد. مش قادر أقول لك فرحتنا، أنا جاي له مخصوص من إيطاليا على فكرة، والله العظيم من ميلانو، أنا لسه جاي، وأول ما عرفت قلت لهم عم عايزاكم وتكدس تعملوا أي حاجة وتحجزوا لي، بس للأسف ما عرفتش أدخل قدام. أنا بحب هاني شاكر أصلا، فعشان كده جاية، والنهاردة عيد ميلاد ابني محمد، فجايين نحتفل معاه. وزارة الثقافة عاملة مجهود جامد جدا ومفرحة ناس كتير جدا، وكفاية بس ان امير الغناء العربي النهاردة يعني انا ببارك له. مبسوطة جدا، والعيال مبسوطين كمان وبيحبوا هاني شاكر جدا. لو حاجة مشرفة جدا بصراحة، وحاجة يعني بتسعد الناس كلها بصراحة، الناس كلها متجمعة وفرحانة كويس، يعني طبعا الفنان هاني شاكر والفنان نادية مصطفى طبعا حاجة كبيرة جدا، مهرجان جميل جدا بصراحة. جو جميل جدا جدا وتنظيم عالي، و هو لطيف قوي يعني صراحة، أنا كلنا مستمتعين بصراحة يعني. مبسوط، حلو. يعني هو المهرجان في تقدم، لو مش في تقدم ما كانش حصل اللي حصل دوت، ولا الجمهور مش ما فيش كراسي حتى مكفية جمهور. هو المهرجان جميل كل سنة، وكل سنة في زياد أكتر. اليوم النهاردة رائع رائع رائع، اختيار القلعة ومهرجان القلعة دي أكبر دعاية للسياحة في مصر بالنسبة لوزارة الآثار ووزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، كمان الفنانين العظام بتوعنا عبق التاريخ الطرب الأصيل، يعني مصر أحسن بلد في الدنيا. حاجة 10/10 والله، والسنة دي أحلى من السنة اللي فاتت بكتير بصراحة، يعني في كل حاجة، في النظام، في كل حاجة في الحفلة بصراحة بجد. يعني أنا بشكر اللي عمل المهرجان ده، وبشكر أستاذ هاني والقلعة هنا جميلة، والجو والمتحف الحربي ومسجد محمد علي، والجو هنا يعني جميل قوي. أنا بحب برضو الفنان هاني شاكر جدا، وحافظة ليه برضو أغاني بس مش كتيرة،
والمهرجان برضو جميل والقلعة جميلة برضو، وكل سنة ما بنفوتش حفلة. ربنا يا رب جعل سنة كده حلوة على الناس كلها يا رب. أنا أصلا نفسي أجي من السنة اللي فاتت، بس النهاردة حظي حلو إن في حفلة ناجية مصطفى وهاني شاكر، وبجد جاي من بدري لقينا كله زحمة، ما صدقنا قعدنا هنا، بس مبسوطين جدا. عشان أنت قمري وشمسي وهوا، وجودك معايا ده عندي جبال. يا وعد الولاية يا أجمل حكاية، معاك النهاية يا قرن السنين. في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته رقم 30، طبعا اجواء البهجه والسرور هي المسيطره هنا، والكل اجمع ان المهرجان بيمثل مصر التمثيل المشرف، وهو بكل تاكيد مهرجان بيساعد بشكل كبير في جذب السياحه لبلدنا الحبيبه مصر. مصطفى الشيمي لبرنامج على مسؤوليتي. لو شفت عليه الحاله من يواصل مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثلاثين فعالياته اليومية، والتي تشهد حضورا جماهيريا كبيرا، وهو المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية. واستقبل محكى القلعة النجمة اللبنانية نوال الزغبي، والتي تقف للمرة الأولى على مسرح القلعة، وقدمت عدد من أغانيها الناجحة التي ارتبط بها المستمع المصري طيلة السنوات الماضية. لو شفت عليه الحالة من قدك يا سحرني جمالك، شفت حبك شفت عزك كرمالك. صراحة يعني أول مرة أنا بغني بهذا المهرجان الضخم، وال يعني شرف كبير إلي إنه أكون موجودة فيه بهالقلعة التاريخية العريقة. وكيف إذا بمصر، مصر بلد الثاني، وبين أحبابي وأهلي وأصحابي والناس اللي بتحبني واللي بموت فيهم، ما في أوصف لك سعادتي وهيك حبي، ومش مصدق أطلع على الستيج حتى نغني الأغاني اللي هن بحبوها، واللي أكيد حخليوني يشاركوني بالمغنى اللي رد. هن بيعرفوا أنه محبتي لأنه ما بتنوصف، كتير كبيرة نجاحي بهالبلد تاريخي ما حأنساه بكل حياتي. و يعني انا دايما بقول لهم النجاح بمصر غير. المهرجان السنه دي بصراحه مهرجان مميز جدا، مش عشان انا احد العاملين فيه، لا انا بتكلم بجد، مهرجان مميز جدا. وبنشكر كل الناس اللي تعاونوا معانا فيه، بنشكر وزاره الصحه والاثار، بنشكر وزاره الداخليه على وزارة الصحة على الجهد اللي عاملينه معانا بشكل عام. المهرجان السنة دي فيه حفلات فيها ثلاث فقرات في اليوم الواحد، زي النهاردة مثلا عندنا أوركستر نور الأمل، البنات الجمال المميزين، وعندنا بعد كده هو اللي احنا سامعينهم دلوقتي مركز تنمية المواهب أو كورال مركز تنمية المواهب، الموهوبين المميزين اللي أنا بفتخر بيهم. بعد كده عندنا النجمة الجميلة نوال الزغبي. وخلال الأسبوع الماضي حضر الفعاليات منذ انطلاقها نحو 35 ألف مشاهد من مختلف محافظات الجمهورية، بعد أن زودت الأوبرا مسرح المحكة ب4000 مقعد تم شغلها بالكامل في جميع الحفلات. Yeah, it's so nice, it's so nice and it's so different and I really like it. So at the beginning, I didn't know it was so huge, but it's like amazing. There's a lot of people, a lot of families as well, and I feel like it smells like friendly and I really like it. أجواء رهيبة جدا وحلوة، وجماعة الوطن العربي بشوف من كل الجنسيات العربية هنا في مصر أم الدنيا. دمعنا 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 دمعنا
مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء مستمر حتى 31 من أغسطس الجاري، وتضم لياليه 36 حفلا لكوكبة من النجوم المصريين والعرب. أحمد بيومي لبرنامج على مسؤوليتي.